بس يا مولانا، هو قبل حتى تقديم المادة الدعوة للتفكير في حد ذاتها، حضرتك بتقول إنه الشاب هو صنيعة المجتمع، المجتمع لا يشجع على التفكير طبعا، لا يشجع على طرح الأسئلة الوجودية ويعتبر إن هي حرام ويكثر من وضع الخطوط الحمراء أمام أي شخص يفكر في الوجود وربنا سبحانه وتعالى وأصل الكون. يا سيدي الفاضل، تراثنا يقول والذي تربينا عليه أنه أول واجب على المكلف النظر في معرفة الله. بعض العلماء حين قالوا أن النظر يحدث حينما تكون هناك داعية للنظر، وهو الاستفسار أو الاستفهام، وهذا هو الذي سموه بمرحلة الشك. يعني مرحلة الشك معناها أن تضع، مش معناها أن تنفي، لأن ناس كثيرين يخلطوا ما بين النفي والشك، لا، معنى شك أن تضع هذه القضية على بساط البحث، على لأنك أنت لم تصل فيها بعد إلى نتيجة وإلى يقين. طيب، لو أنه في منتصف الطريق قبل أن ينتهي إلى أن الله موجود أو غير موجود مات، ما حكمه؟ قالوا هذا حكمه حكم أهل الفترة، ناج ولا يدخل النار. حضرتك قلت لي قبل كده أهل الفترة اللي هما بين اثنين من الرسل، بين رسالتين، ودول حكم أنهم أهل الفترة ناجون، يعني لا يعذبون، هو ده ناجي ويدخل الجنة ولا يعذب. شوف، مع أنه ليه؟ لأن طبعا كيف يعذبه الله وهو بعد لم يصل إلى معرفته؟ هو كان متلبس بالبحث عن الـ عن 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 الوصول إلى هذه المسألة، مات أثناء البحث، حتى يسمونها مسألة الاختراام أثناء النظر، يعني اختراام الموت للباحث أثناء بحثه ونظره قبل أن يصل إلى معرفة الله. لو وصل إلى معرفة الله ثم أنكر وجحت، هنا المشكلة. في فرق بين أن يقول والله دي مرحلة شك عندي، أنا بؤمن بالمنهج العلمي الحسي وما عنديش استعداد أبحث عن قضية زي دي تعلو على منهجي وأنشغل بها، ده بسميه مرحلة الشك. ده قبل النقاش، قبل النقاش، لكن هو رافض النقاش في هذه القضية. آه، بس هنا أصادر عليه أن يقول نعم أو لا، لأنه إذا قال نعم أو لا سيب المنهج ده وتعالى معي في منهج هو اللي وصلك إلى نعم أو لا، لكن حتتمسك بهذا المنهج الحسي يبقى القضية تعلقها تحطها على الرف، ويبقى أنت قادم غير صالح له. عايز تبحث سيب المنهج وتعالى في المنهج. ففي فرق بين الذي يدع هذه القضية يقول أنا لا أعلم إن كان هناك إله أو لا، ده غير الذي يقول لك لا أنا أعلم أنه ليس هناك إله بناء على الكيمياء والطبيعة وداروين والكلام ذلك، ده خطأ. هذا هو الخطأ، وخطأ في منهج الاستدلال. نظرية داروين طبعا لما أنا سمعت ابننا يتكلم حتى كنت متوقع أو منتظر أنه هو يتحدث عن نظرية داروين حديث فيه شيء من القراءة أو إطلاقا ما فيه، إنما هو يعني موضة أنه داروين. بالعكس، ده لو قرأ كثير من العلماء ومن المفكرين ومن الذين تصدوا لهذه النظرية نقدا وتمحيصا قالوا أن مؤمن أن داروين مؤمن، وأن الجرثومة الأولى عنده يعني فسرها بوجود خالق، لأنه وده لازم الجرثومة الأولى لا يمكن أن تفسر إلا بمبدأ وراءها، مبدأ وراءها غير مخلوق. وأنا حضرب لحضرتك مثل بسيط دلوقتي، إحنا عندنا أنا مثلا ممكن تقول السبب في وجود أبوي وأبوي أبوه وأبوه أبوه إلى أن العقل مش هيتوقف إلا إذا وصلت إلى والد غير مولود اللي هو آدم. إنما عندما تقول ده آدم وفي واحد خلق، وهنا المشكلة العقلية توقف خلاص، ما فيش مشكلة. لكن لو أنك تشيل الإله وتشيل أن آدم مخلوق من لا شيء، يبقى آدم له أب له أب له أب، العقل لا يقبل أنك أنت تتسلسل في سلسلة العلل والمعلولات في الماضي إلى غير نهاية. هذه مبرهن عليها فلسفية على أنها أن العقل يرفضها تمام، لا بد أن تقف إلى علة لا علة لها وإلى موجود لا موجد له وإلى سبب لا مسبب له وهو الله سبحانه وتعالى.
ايه رساله فضيلتك يا مولانا للمجتمع كي يحسن التعامل مع الملحدين كي يعني نحد من هذه الظاهره خاصه الشباب؟ هو لا حل الا نشر العلم الصحيح، سواء عن طريق التربيه والتعليم، المدارس، الازهر، الجامعات، ولا بد ان تكون هناك ماده علميه فلسفيه تكون هي يعني مقرر جامعي، زي ما احنا عندنا مقرر جامعي الانجليزي، عندنا مقرر جامعي الكمبيوتر، المفروض يكون هناك مقرر جامعي يحمي ثقافة هذا المجتمع أو يحمي الأصول الروحية والدينية لمجتمعاتنا كشرق إسلامي وكشرق عربي وإسلامي. فالحقيقة هذا النوع من التثقيف غائب مع التلميذ في الابتدائي، في الإعدادي، في الثانوي، وفي الجامعة. وللأسف الشديد يعني لا نجد من المسؤولين عن الثقافة وعن التثقيف وعن التعليم من يضع في حسبانه هذا الانهيار الخطير جدا. واعلم حضرتك أن الإلحاد الآن ونشره والتبشير به ده خطة لإضعاف الشرق الأوسط، فلا بد أن يكون هناك علم، ولا بد أن تكون هناك فلسفة، وأن يكون هناك تدريس عميق لتراثنا العقلي والنقل. ونتحاور مع الملحدين. لابد من الحوار. أما أنك أنت تتخانق مع الملحد وأنك أنت تضربه، هذا خطأ والإسلام يرفضه تماما. وكفى يا أخي أن يعني لكم دينكم ولي دين، حتى سمى الكفر دين، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. احنا ما عندناش مشكله ان اللي يكفر يكفر واللي يؤمن يؤمن، انما بعد ان يعني نقدم يعني ما يجب علينا وما يمكن ان ينقذ هذا الشاب من الوقوع في الحمله الالحاديه الحديثه.